أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تمكن الجيش الوطني اليمني من إحراز تقدم ميداني بعد معارك خاضها ضد ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بتعز وسط اليمن. وقال بيان صادر عن قيادة محور تعز العسكري إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية تمكنت من خلاله من السيطرة على قرية العريش. في العراق، أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجافي أن قرار استفتاء كردستان كان غير صحيح واتخذ من طرف واحد، وأن المباحثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني انتهت بإبداء رغبته بتجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات عن الإقليم والدخول في الحوار. وافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ الأحد على إجراءات للحد من عدد اللاجئين في ألمانيا، وذلك في إطار تسوية مع حلفائها البافاريين في حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، وفق ما أعلنت مصادر قريبة من المفاوضات. قتل 12 شخصا وفقد عشرات آخرون مساء أمس إثر غرق مركب يقل لاجئين روهينجا فارين من أعمال العنف في ولاية راخين في نهر قرب ساحل بنغلاديش، بحسب ما أفاد مسؤولون في خفر السواحل وحرس الحدود، مشيرين إلى أن المركب كان مكتظا بأكثر من 100 شخص عند مصب نهر ناف الذي يفصل بورما عن جارتها بنغلاديش. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إنها ستخفض عملياتها بشكل كبير في أفغانستان بعد هجمات قتلت 7 من موظفيها هذا العام. وأشارت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في أفغانستان في مؤتمر صحفي في العاصمة كابول إلى أن الصليب الأحمر لن يغادر البلاد، إلى أنه من المهم مراجعة عمل المنظمة للحيلولة دون تعرضها لمزيد من الخسائر. وجدت دراسة جديدة أن الشعور بالإثارة عند مشاهدة المباريات الرياضية قد يكون مماثلا لتأثير ممارسة الرياضة على القلب. ووجد باحثون من الأكاديمية الملكية الغربية في كندا أن تجربة شعور الفرح بالنصر أو حسرة الهزيمة يمكن أن تؤثر على عمل نظام القلب والأوعية الدموية. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفراعنة تكريما لتأهلهم لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي وافق على صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري، أي نحو 85,000 دولار لكل لاعب من لاعبي المنتخب. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد، قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.